ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن الضرب. الضرب ليه أضرار هنقولها النهاردة، بس الأول هنتكلم عن الضرب بشكل عام. قبل ما نضرب ولادنا أول حاجة عايزين نقولها، الضرب مش من طرق التربية. تاني حاجة، الضرب إهانة وما بيعدلش السلوك. تالت حاجة، الضرب بيبوظ علاقتي بولادي وبيخلي في مسافة بيني وبين ولادي. تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي ايه هي اضرار الضرب. قبل ما نضربهم لازم نعرف ايه هي اضرار الضرب، لان اضرار الضرب او الضرب ده بيسبب اثر نفسي على الطفل. تمام. والاثر ده مش بيروح بسهولة، وبيعمل كمان سلوكيات سلبية مش حلوة، وبنقعد وقت طويل قوي عشان اعدل السلوكيات اللي انا كنت جزء منها بسبب ان انا كنت بضرب ولادي. طيب ايه هي اضرار الضرب؟ انا لما اجي اضرب ولادي، الطفل هياخد حاجه من هيعمل حاجه من اتنين. اما هيكون طفل جبان ويبدا ينسحب من اي موقف بيحصل، تمام، لانه هيبقى خايف، وبناء عليه هيبدا يكذب. لو عمل حاجه هيكذب ويقول مش انا اللي عملتها. او انه هيكون طفل عنيد ويبدا يبقى بيرد على ماما او بابا. تمام. يبقى في حاجتين الطفل هيعملهم لو اتضرب، اما هيكون جبان وينسحب ويبدا يكذب بقى ويقول ان هو ما عملش الحاجه دي عشان هو خايف، او ان هو هيكون طفل عنيد ويبدا يرد على بابا وماما. طيب ايه هي بقى اضرار الضرب؟ اضرار الضرب اول حاجه بتخلي الطفل مش متزن عاطفيا. تمام. اما زي ما قلنا، اما خايف قوي او ان هو مش همه اي حاجه. تاني حاجه بتخلي الطفل مش عارف يعبر عن مشاعره، مش عارف يقول هو مبسوط ولا زعلان ولا خايف ولا قلقان. تالت حاجة من أضرار الضرب برضو على الطفل، إن هي بتخلي الطفل عنده نوبات غضب مش مبررة، نوبات غضب ملها السبب. تمام. رابع حاجة بتخلي الطفل عصبي وعدواني. يبقى بتخلي الطفل عنده نوبات غضب ملها السبب، وبتخليه عصبي وبتخليه عدواني. تمام. حاجة كمان بتخلي الطفل عنده كراهية شديدة. كراهية بقى ممكن نبقى كاره بابا، ممكن يكره ماما، ممكن يكره حد من اخواته بسبب ان هو بيتضرب واخوه لأ. تمام. يبقى بتخلي فيه كراهية شديدة. حاجة كمان من اضرار الضرب ان هو مش هيسمع الكلام. تمام. من ضمن اضرار الضرب برضو ان هو مش هيسمع الكلام. انا كده كده هتضرب فخلاص اسمع الكلام ليه. تمام. حاجة مهمة كمان ان الطفل اللي هو بيتضرب سلوكه مش بيتعدل، بالعكس ده انا بأكد عند الطفل السلوك الغلط، لان هو بيبقى عايز يغيظ بابا او ماما لان هما بيضربوني، فطبيعي ان انا هغلط. يبقى احنا قلنا كده النهاردة في الفيديو بتاعنا ايه هي اضرار الضرب على الطفل. فاحنا دايما قبل ما اضرب ابني او بنتي افكر كويس قوي ده هيسيب اثر نفسي ازاي على الطفل. اتفقنا؟ يبقى قبل ما نضربهم نفكر لكام ثانية كده، مش هنضربهم ان شاء الله، فمحتاجين نبطل نضرب ولادنا لان ده مش هيعدل السلوك. ده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.